إذن رجعنا لكم بفقرة الحرف اليدوية، واليوم الخميس فرح تكون بالتأكيد مع في سابا وهيثم رح يكون معها. صباح الخير في. صباح الورد، كيفك؟ تمام. صباح الخير في. حاسس انه في شغلات حلوين هيك رح يصيروا، مش فاهم كتير بس كالعادة. بس هيثم عصاري يكون بالفقرة. شكرا. انا كثير بتحب فقرتي بعرف صراحة. لا عن جد كثير بحب اتعلم يعني. طيب ايش رح نعمل؟ اليوم رح نستعمل قوالب السيليكون. قوالب السيليكون عبارة عن يعني قوالب بتكون للشوكلت او للكب كيكس بنعمله، بس احنا اليوم رح نعمل فيها اشياء تانية. حلو. فاحنا لما نروح السوق عند المحلات اللي بيبيعوا ادوات منزلية نطلب قوالب سيليكون. هلا مش زي هدول بيكونوا، بس رح يكونوا نفس الماتيريال يعني انهم سيليكون، بس بيكونوا اكثر من يعني حبة. حلو. بنعمله مع بعض. حلو. اوكي، هم بيكونوا قوالب سيليكون للشوكلت، واللي مش عارف وين يسالني بدله. تمام. اوكي. كتير كتير حلوة الفكرة وكتير سهلة. رح نستعمل نفس السيليكون. أوكي؟ يعني إحنا رح نحط السيليكون هاد بالقالب ينشف ونطلع الإشي اللي رح نعمله. حلو. أوكي؟ حلو. فهلأ عشان بس الوقت رح أعمل تنتين ونخلي واحدة تنشف إن شاء الله تنشف. أوكي. هلأ هيك أنا بعبي السيليكون بالقالب. هلا هدول قوالب سيليكون بس للكلي اللي بنشف بالهواء، فبرضه بزبطوا. يعني اي قالب سيليكون عندكم حطوا فيه سيليكون الفرد السخن وشوفوا كيف بيطلع بالاخر. بيطلع الشكل كتير كتير حلو، وبعدين نقدر نرشه. هلا انا راشة الوردات اللي عندي. هلا هاي لازم تنشف، هي بدها وقت. انا عشان السرعه مرات بحطهم بالفريزر يعني عشان اعمل كميه كبيره بوقت قليل. بعبي واحده واحده لاني انا ما عندي من القوالب الكبار. بعبي واحده واحده وبحطهم بالفريزر. حلو. بس دقيقتين وبطلعها بقيمها وبرجع بعمل كمان. حلو. فعشان تعمل كميه كبيره. هلا رح نعطي كمان افكار لايش نقدر نستعملهم هدول. هلا في كتير ناس طلبوا مني زينة للشوكولات جديدة، يعني ما بدهم الزينة التقليدية وما بدهم يشتروا من السوق، بدهم هون يعملوا اشياء بالبيت. حلو. هون بجوز بتبين انه وين ممكن استعمل هاي الزينة وكيف ممكن نستخدمها. بالضبط. تمام. بجوز ده انا يعني فقرة الحرف اليدوية انا كمان يعني احيانا بطلع على السوشيال ميديا بلاقي في تعليقات كتير، وبالفعل يعني بحس انه كتير ستات بيوت بيهتموا في الفقرة. طبعا يعني بشكل مهم. على فكرة بدنيا من اكثر الفقرات مشاهدة، دائما بنحكي انه هي فقرة الحرف اليدوية. هذا بورجينا قديش ستاتنا بحبوا الابداع وبحبوا يتعلموا دائما كل شيء جديد. بس انا سؤالي ليش لحالك متصورة انه هيثم مش معك بالصورة؟ لانه قبل ما اجي انا على الفقره. قبل مش انه هيثم ما رضي يتصور. قبل ما قبل ما الكل بيصبح عليك عن جد. ثانك يو. بس دائما بتكرر موضوع افكار لاعياد الميلاد، واحنا بنذكر انه كل الافكار اللي قدمناها موجود على موقع رؤية. رح نقدم افكار جديده. مزبوط. رح نقدم طبعا افكار كثير لاعياد الميلاد، وللكثير بيسالوني على الاعراس، على الخطب. على كثير هاي الزينه لانه مطلوبه كثير. صح. وانا بدي اعطيك فكره لانه برضه بفقره فرح عم بطلبوا ماسكات العروس اللي هي مش من الورد برضه، اذا بتحبي يعني تبدأ. لولو بقدر يدخل فيها اكثر من شيء برضه لازم نعمل. بس حاسه هلا شوي شتاء بدك موسم الاعراس كمان يعني شوي على الربيع تكون حلوه الفقره. فهاي كثير الفكره حلوه نعملها ونحط على الشوكليت. يعني كثير رخيصه اول شيء، ما بنشتريها من السوق، بس رح نشتري القالب، والقالب السيليكون كثير سعره رخيص. بس نشتري وبنعبي فيه السيليكون، وطبعا اصبع السيليكون رخيص. فانت بتكوني مثلا عامله خمس حبات او اذا كبيره الحبه اقل ب 20 قرش. فانت لما بدك تروحي تشتري زي هاي من السوق. صح. رح تكون كتير غاليه. صح. فهيك بتوفري على حالك وبتعملي برضه شيء حلو ومميز. حبيت اللي عملتيه الاسبوع الماضي في ولا قبل مش عارفه القهوه اللي هيك مسكوبه. شفتي القهوه حلوه؟ حلو. عن جد يعني بالمطبخ بحسها تحفه حلوه. مزبوط حلوه. هلا شوفي رح نلزق هون على الازاز هدول السيليكون، هون رح يلزقوا لأنه سيليكون بسيليكون فبلزق. أوكي؟
فبرضه فكرة حلوة لنزين أزاز عنا بالبيت بيكون سادة، منحط له هدول بيطلعوا حلوين. غير شكل الأزاز وبنفس الوقت يعني ما بده كتير شغل ولا تعب. يعني قديش شغلات مثلا بسيطة مع بعض بتعمل بالآخر بإشي كتير حلو، تعمل يعني إشي كتير حلو بالضبط. يعني يعني هلأ القطعة صار شكلها كتير مختلف، مش نفسها مظبوط مختلف، وزي لك إنك أنت جايبها من السوق يعني شاريها شراء. بتحس الناس اللي بيشتغلوا في الحرف اليدوية يا إما بحبوا يا إما ما بحبوا، يعني يا إما ناس عن جد بالفعل بيشتغلوا بيبدعوا يا إما ناس ما لهم مراء بالمرة بهاي الشغلات؟ هلأ شوف اللي إلهم يعني في هيك وفي هيك. وفي ناس مضطرة تعمل مثلا ما بطلع كتير حلو، بس لما أنت تكون جد حابب الشغلة وعندك شوية سكيلز يعني عندك المهارة هاي تبدع. بس جد لما ببعثوا لي صور الناس للتطبيقات اللي عم بعملوها إشي جد حلو. يعني لازم مرة بلكن طلعنا فقرة هيك نورجي ناس إيش الناس عم بيطبقوا، فبيطلع برضو تمام. بجوز ممكن ستات بيوت أو بنات ممكن إنهم يفتحوا بزنس من وراء الموضوع. يعني طبعاً في كتير يعني زي هي عندها موهبة وما عندها كتير أكسس أو ما عندها طريقة أنها تطلع برا البيت، كتير ممكن بكل سهولة تشتغل شغلات جوا البيت وتشتغل أعياد ميلاد لخطب لأعراس من داخل البيت. يعني هلا قديش في بزنس على الفيسبوك مثلا على الاونلاين موجود؟ كثير كثير في، وكثير في زي ما قلت ناس بعثوا لي انه بشكروني انه فتحنا إشي بزنس خاص لنا صغير بالبيت وشكرا وهيك. فقد ايه واحد بنبسط انه عم يعني ما عم بتروح التعب على الفاضي. طبعا طبعا طبعا، وفي ناس عم بيستفيد من هاي القصه طبعا. يعني ممكن بشغل زي هذا يفتح بيت، يعني ممكن يشغل عيله كامله. او صح صح بالزبط. طيب في هون طلب من فرح فايلك انه اذا بتقدر تعطيها افكار لكفر الموبايل. كفر الموبايل عملنا اشياء بس عملنا احنا قبل بالستراس، حطينا ستراس عليهم بس برضو ضلنا نعمل يعني هلا. واللي مستصعب شوي من وين يجيب القوالب يسال غاده. غادة هي خبيرة ال هلا احنا هون دخلنا على شوي على المطبخ، بتحط القوالب بالفريزر كمان و شفت والله. يعني الشغل ممكن تشتغلي بالمطبخ ما هو عشان الوقت ضايل معك دقيقتين في انا almost done بس طب دقيقة خلينا نخلص هاي هلا. بعرفش اذا نشفت لانه بتعرف السيليكون بده وقت شوي لينشف، بس مجهزة واحدة على كل حال جوز نضل نرشها. ما رح نرشها لأنه الرش بده لبرا هيك خلاص. هلا إن شاء الله تكون متساوية لأني مش كتير قادرة أشوف، بس منيحة من عندي طالعة ظابطة. أوكي هيها هلا بس نطلعها من القالب، حس لسه سخنة صعب تطلع. صح صعب تطلع، بتطلع هيك شكلها. أوكي منطلعها كتير بسهولة ومنرشها بالرش العادي، بنحطهم كلهم على جريدة ومنرش القطع اللي عندي بيطلع شكلهم هيك، بيطلع زي الستيل يعني. وبنقدر احنا حسب الألوان اللي بدنا اياها منرش. حلو. فالرش متوفر بكل الألوان فبيطلع اشي حلو اذا بدنا لبيبي بوي زينة للبيت نفسه زي ما انا عملت، او للشوكلت حسب الألوان اللي عندنا يعني. حلو اوكي حبيتها هيثم. يعني بصراحة فكرة كتير حلوة، و يعني بتحول إشي بسيط لإشي ممكن يعني مختلف مختلف تماما. بتخيل صح. بتخيل دانا أنا بجوز رأيي مش كتير لا بالعكس مش حساس لا في هاي المرحلة بس بتوقع إنه إشي لطيف. لا حلو يعطيك العافية فاي. ثانك يو شكرا لك كثير. شكرا.